الآن حضرات سادة المشاهدين، تستكمل فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي 2018 في دورته 22 من الأحد وحتى الأربعاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار قيادة التحول. ونتابع مع حضراتكم جزء من فعاليات هذا المؤتمر على الهواء مباشرة. طب ايه اللي على الخريطة؟ ايه اللي جاي؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ خصوصا واحنا عارفين ان سيادة الرئيس في الكلمة اللي وجهها في افتتاح المعرض خص حاجات محددة موجودة على الاجندة التشريعية او الاجندة التنفيذية اللي بيقوم بها مجلس الوزراء. قبل ما نبتدي عندي شوية احصائيات، دايما الاحصائيات بتخلي الواحد يحط الموضوع بشكل مختلف يعني، والحقيقة ان الاحصائيات الواحد بيحاول يجيب احصائيات دقيقة قدر الاستطاعة، لان اصعب حاجة هي وجود الاحصاء الدقيق في الوقت، يعني ما يكونش الاحصاء ده بتاع من 6 شهور فاتوا او من 4 شهور فاتوا. عدد سكان العالم 7.6 مليار، اللي بيستخدموا الانترنت منهم 4 مليار، السوشيال ميديا عليها 3 مليار. فاحنا بنتكلم على 3 مليار شخص بيستخدم السوشيال ميديا في العالم من عدد سكان 7.6 مليار، فاحنا بنتكلم على نصف العالم تقريبا بيستخدم السوشيال ميديا. انا ليه بقول الاحصائيات ديت؟ عشان لما هنتكلم على استخدام السوشيال ميديا او على قوانين او تفكير في قوانين او تفكير في حجب مش عارف حاجات احنا بنسمعها دي بقى، الاشاعات الكتيره او الاقاويل الكتيره اللي بتتقال، حد اقترح ان السوشيال ميديا تبقى باشتراك، حد اقترح ان عشان تعمل سيرش على جوجل هتدفع ضريبه، حد قال طبعا بتكلم على الحاجات اللي هي ايه بنقراها على السوشيال ميديا غصب عننا، في ناس بتصدق وغصب عننا في ظل تراجع مستوى بعض الوسائل التعليميه الناس ابتدت تعتمد على السوشيال ميديا على ان هي يعني مصدر موثوق فيه. فعندنا احصائيات كتيره هنتشاركها واحنا بنتكلم، عشان خاطر ما اخدش وقت الجلسه انا هدي لكل حد من متحدثينا فرصه حوالي من 5 لـ7 دقائق في الاول يتكلم في الموضوع اللي هو بيتناوله بصفته الوظيفيه او بصفته الشخصيه، وبعدين بعد كده هنبتدي نتناول مواضيع بالمناقشه، هنفتح الفلور للدسكشن في النهايه للاسئله. انا عارف ان الموضوع بيبقى فيه اسئله كتير، فهدي جزء من الجلسه في الاخر للدسكشن من الفلور للمتحدثين المحترمين الموجودين معانا. تجربه استخدام السوشيال ميديا في المحافل التعليميه او في استخدامها في انك انت تتعامل مع التعليم بصفه عامه موضوع كبير جدا، بالذات في بلد زي بلدنا وهذا الجزء من العالم اللي احنا موجودين فيه. هنلاقي متوسط العمر لمستخدمي السوشيال ميديا منخفض، ومستوى ده نتيجه ان معظم او جزء كبير من البوبوليشن او من السكان هم شباب في الاصل، ووجودهم كلهم موجودين جوه المنظومه التعليميه، وبالتالي تاثير كبير جدا للسوشيال ميديا موجود. كلنا معانا سمارت فونز في ايدينا، سمارت فونز اللي موجوده في ايدينا انا متاكد ان احنا وانا بتكلم في دايما حوالي من 30 لـ40% من اللي قاعد جوه القاعه باصص تليفونه، اصلا هو مش باصص لنا احنا، هو باصص في تليفونه، بس هو مش باصص في تليفونه ومش متابعنا، هو باصص في تليفونه ومتابعنا. دي الحاجات الجديده اللي السوشيال ميديا خلقتها. النهارده ودي من اسوأ الاشياء اللي انا هقولها دلوقتي امثله، النهارده حضرتك وانت واقف على كوبري اكتوبر او جاي على طريق دائري، بغض النظر عن السرعه، هنا 10 كيلو وهنا 60 كيلو او 80 كيلو، هتلاقي في ناس على الطريق بيسوق وهو عامل كده، في حاجة في ايده ماسكها بيتكتك طول ما هو قاعد. بيسيرش، بيجيله واتساب، بيقراها، بيسمعها، بيرد عليها. مع كل الاحتياطات، وانا موجود في لجنة في الجامعة الأمريكية عشان
محاربة هذا الموضوع إن الناس تحاول تلتزم السيفتي على الطرق، وطبعا احنا السوشيال ميديا مأثرة بده. فأنا هترك المايك دلوقتي للدكتورة سامية العشيري عشان خاطر تكلمنا عن التجربة بتاعتها، التجربة البحثية اللي ليها بعض الأمور التنفيذية اللي موجودة على الأرض. تفضلي. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على السادة الحضور والبانلس معايا. في البداية زي ما حضرتك أشرت، المصريين معظمهم النهارده بنتكلم في أكتر من 50% من الشعب المصري ما بين 15 و44 سنة، ودي الفئة العمرية اللي بيكثر فيها استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وطبعا السوشيال ميديا بالتبعية. تعتبر وسائل السوشيال ميديا بالنسبة في ذهن الكثيرين هي فقط لمجرد التواصل والتعارف وتنمية شبكة الأصدقاء والمعارف، لكن هي الصراحة ليها استخدامات عدة خصوصا في بلد زي مصر. أهمها إنه في قاعدة عريضة جدا من المصريين بيمتهنوا مهن بسيطة إن هي المشاريع زي ما بنقول عليها الصغيرة أو متناهية الصغر، ودول بيواجهوا مشكلة أساسية في حاجتين: الجودة والتسويق. السوشيال ميديا هنا بتخش تحل مشكلة أساسية وهي مشكلة التسويق. فإذا ربطنا ما بين مثلا شباب الجامعات اللي هم متخصصين في مجال الكمبيوتر انجينيرينج والكمبيوتر ساينس وعملنا لهم بلاتفورمز يقدروا من خلالها ان هم يوصلوا لأصحاب هذه المهنة البسيطة، نبقى فتحنا أسواق كبيرة جدا، لأن المشكلة النهاردة ابتدت تتحل بالنسبة للتمويل. توجه الدولة بشكل عام هو الاستثمار وتشجيع الناس دي في ان هي تلاقي الدعم المادي عن طريق شانلز كتيره جدا، وطبعا المعرض هنا بيقوم بدور ايجابي في دعم الستارت ابس، وده كلنا شايفينه ولامسين. اذا اكتملت المنظومه بتوفير بلاتفورمز لاصحاب المهن البسيطه عن طريق الفيسبوك والانترنت، دي هتبقى حاجه ايجابيه وقويه جدا. اذكر على سبيل المثال شركه اسمها كريم، انشاها شابين خريج الجامعه الالمانيه، دول قدروا ان هم قريه فوا دي موجوده في مكه، هي في كفر الشيخ، قدروا ان هم مهنه تصنيع كليم كانت خلاص تقريبا ابتدت تندفع، الناس مش لاقيه تمويل وورش بتقفل، وهي من اقدم المراكز الموجوده في مصر لتصنيع كليم. قدروا النهارده ان هم الشابين دول يوجدوا البلاتفورم للتسويق. النهارده كريم ده بيتباع في السويد، بيتباع في امريكا، بيتباع في جميع انحاء العالم. وبعد ما كانوا اصحاب المهن دي في قريه فوا بيقتلوا، ابتدوا يستعينوا ويدربوا ويضموا ناس ليهم. ده بالنسبه للشق التسويقي، التسويق اللي ممكن نقدر ان احنا نعمل بيه فايده لموضوع السوشيال ميديا. في شق تاني مهم هو exchange of knowledge. النهارده في بلاتفورمز كتير على السوشيال ميديا، الناس من خلالها بتقدر انها تتواصل مع بعض، تقدر انها تخلق بلاتفورم لان هم يتبادلوا المعلومات، يتبادلوا الخبرات، ينظموا even conferences online. ده شفناه في عديد من المجالات، شركه جوجل من اقوى الشركات الموجوده في العالم، بيبقى في اونلاين فورمز في لحظه جميع المشتركين من جميع انحاء العالم بيخشوا يقدروا ان هم يتبحثوا. فالمكان اصبح ما اصبحش عائق، اصبح السوشيال ميديا بتربطنا جميعا عشان المعرفه الجمعيه تبقى واحده. فاي حد حابب النهارده ان هو يكسشينج نوليدج او يستفيد من الاخرين هيلاقي الموضوع ده موجود في السوشيال ميديا. طبعا هي سلاح ذو حدين والبعض بيستخدمه استخدام خاطئ، لكن لا نستطيع ان نغفل فوائد كثيره اللي ممكن اي حد فينا يستفيد فيها، شرط يكون متخصص في المجال. شكرا. شكرا دكتوره. نايب، احنا زي ما كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الفلور هنا، احنا كنا بنتكلم على هناك اجنده تشريعيه كبيره.
بس قبل ما نروح لأجندة التشريعية برضو فرصة ان الناس تعرف هو لجنة اتصالات مجلس النواب بتعمل ايه. احنا جوه محفل بيتكلم كله عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولازم اقول لحضرتك ان يعني يمكن بعد 30 سنة في هذا القطاع احنا يمكن ده اول مجلس نواب نبقى بنقول هو مين ماسك لجنة الاتصالات، لان ابتدينا نقول ان عندنا مواضيع كثيرة محتاجين نتكلم فيها. ابتدت في الجريمة الالكترونية في وقت، وعندنا المعاملات التجارية، وعندنا قانون الاتصالات ده نفسه اللي محتاج بعض التعديلات او التغييرات. عندنا اجندة بتتكلم على استخدام السوشيال ميديا اللي حضرتك بنتكلم عليها النهاردة. انا النهاردة ما عندي دولة الفيسبوك اللي عليها 2 مليار شخص، الدولة دي عليها معاملات تجارية، الناس بتستخدمها في التجارة. النهاردة الناس بتستخدم الواتساب كأنه هو وسيلة الاتصال الرئيسية بين الناس وبعضها. الناس النهاردة بقى يبعت واتساب بدل ما يتكلم في التليفون، بقى بديل الاس ام اس زي ما بيقولوا. فالواتساب بيستخدم الديتا، وبالتالي اعتماد الناس على استخدام نقل البيانات ابتدى يبقى عالي جدا. النهاردة انا عندي فيديوهات بتنشر على الانترنت، معلومات بتنشر على الانترنت تتحول في بعض الاحيان الى شائعات، اما مضطر ان انا عايز احارب الشائعات ديت. انا الاحصائية بتقول ان انا عندي كل يوم 8 مليار مشاهدة يوميا لموقع يوتيوب، 8 مليار مشاهدة يوميا لما للابليكيشن اللي اسمها سناب شات. فانا النهاردة عندي فيديوهات، ودي كلها فيديوهات ايه لحظية، يعني شخص ماشي في الشارع بيصور فيديو 10-15 ثانية، يرفع الفيديو على الانترنت، يكتب عليه كابشن يعتبر وثيقة، ويبتدي ناس ثانية تتداولها ياخدها. ممكن تكون مش متنظفة كويس، مش مكتوبة كويس، يظبط الصياغة، يضيف عليها، تتحول إلى شائعة جديدة. فأنا هو نفس الفيديو يدور في خلال من ساعتين لثلاثة، تجد اللي احنا بنسميه الفايرال افكت، تلاقيه انتشر انتشار كبير جدا، وعدد المستخدمين اللي بالملايين اللي موجودين في مصر، عشرات الملايين موجودين في مصر، بيتعرضوا لده. وسائل الاعلام المختلفة مهما اوتت من قوة ما بتعرفش انها تقف كفاية قصاده، لان المواقع الكبيرة زي موقع اليوم السابع مثلا مهما عمل من ان هو يحط الصح بتاع المعلومة، الاهرام مهما عمل من مجهود عشان يحط الصح بتاع المعلومة، في عشرات الملايين الاخرين اللي موجودين بينشروا وبيردوا وبيتكلموا. كان عندنا صورة شهيرة للاهرامات من يومين حصل عليها يعني كلام كتير، وطلعت في الاخر انها الصورة مش مظبوطة، فيديوز اتحطت بطريقة مش مظبوطة. طبعا احنا عندنا اساليب الايديتنج بتاع الفيديوز، ان انا اشتغل على الفيديو واغير المحتوى بتاعه. الاساليب دي بقى متطورة جدا، وبقى يقدر يوزر عادي خالص، شاب عنده 18 سنة في البيت على الكمبيوتر بتاعه بسوفت وير 38 دولار يغير في الصوت ويغير في الاشكال ويغير في الصور ويحط الفيديو مختلف شوية، بيعمل ايديتنج في الفيديو نفسه. انا بتكلمش على ايديتنج للصورة بتاع فوتوشوب اللي احنا كنا بنتكلم عليه زمان، انا بتكلم النهاردة على ايديتنج فيديوز. فالنهاردة ابتدى الكلام ده يبقى مطار خوف ناس كتير جدا. النهاردة بقى اي حد من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم استضافته في التلفزيون يبقى جاي يتكلم عن موضوع، يتحول الموضوع الى بس بيتكلم على هنعمل ايه قصاد الحاجات دي. فيعني انا يعني كل تشوق لان حضرتك هتدينا يعني بالعرض كده
يعني حته كويسه عن اللجنه وجزء عن المجهودات ورؤيه حضرتك للي جاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الحضور الكريم والمنصه الكريمه وشرف لينا طبعا شرف لي على المستوى الشخصي كرئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان المصري. وبلغ حضراتكم تحيات هيئه المكتب ومجلس النواب المصري لحضراتكم. طبعا تشرفنا بالحضور في معرض اي سي مع السيد رئيس الجمهوريه. يمكن دي المره الثالثه بالنسبه لنا ان احنا نحضر هذا الافتتاح. حقيقه يمكن هذا العام مختلف شويه عن الاعوام السابقه ما شاء الله، فاحنا يعني بنشيد بالمجهود الرائع لفريق العمل. بشكرك حسام. دي حضرتك طبعا تناولت موضوع مهم وهو السوشيال ميديا. ويمكن احنا لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي لجنه مستحدثه لاول مره في تاريخ البرلمان المصري. احنا موجودين في اصعب مرحله في تاريخ الحياه السياسيه المصريه. موجودين في ظل حروب جيل رابع على الدول العربيه طبعا، ولكن على مصر على وجه الخصوص. دور البرلمان المصري وهتحدث في القطاع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي انا بتشرف برئاسته، يمكن احنا على مدار السنوات السابقه منذ دخولنا البرلمان واحنا بنرى حقيقه ان الجريمه الالكترونيه كانت في البدايه بتنافس الجريمه الجنائيه، ولكن في الوقت الحالي نقدر نقول بما لا دع مجالا للشك انها زادت عن الجريمه الجنائيه. ده مش كلام يا جماعه، ده موجود في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه. لو حضراتكم اطلعتوا على كميه البلاغات الهائله اللي بتقدم بصفه يوميه، لا بلاغات في منتهى الصعوبه وفي منتهى الخطوره. يعني عاوزه وقت عشان اقول هذه البلاغات، منها سب وقصف ومنها ما اكثر هذه البلاغات للاسف الشديد، تركيب الصور والدخول في خصوصيات قد تضر بالاخرين. ويمكن حضراتكم تابعتوا وكلنا تابعنا على مدار الفتره السابقه جرائم الكترونيه لا حصر لها في محافظات مصر المختلفه. طيب دور البرلمان وهي احنا الجهه التشريعيه والرقابيه، ناقشنا على مدار العام الماضي قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، هو القانون رقم 175 لسنه 2018. هذا القانون الذي يضم 45 ماده ناقشناه في جلسات خاصة وجلسات استماع ضمت جميع المتخصصين من قطاعات مختلفة على مدار 65 جلسة. اتفقنا كثيرا واختلفنا كثيرا، وفي النهاية طلعنا بقانون يحمي بيانات المواطنين، قانون يكافح الجريمة الإلكترونية، قانون يمكن بيواجه الشائعات بشكل كبير. عاوز اقول لحضراتكم لما تم، احنا طبعا اللجنه المختصه بتناقش القانون بعد مناقشته والانتهاء والاتفاق واخذ الراي بالموافقه، بيعرض بعد ذلك على الجلسه العامه، بيناقش في الجلسه العامه في حضور جميع الجهات التنفيذيه ماده ماده. ممكن نقعد على مدار 3 أيام أو 4 أيام في جلسات صباحيه ومسائيه نناقش المواد. قد يكون احد من الساده النواب من قطاع اخر او لجنه اخرى له وجهه نظر وله رؤيه بيناقشها مع الجهه التنفيذيه اللي موجوده. هذا القانون عاوز اقول لحضراتكم من القوانين اللي شهدت اجماع من كل النواب من مجلس النواب المصري نظرا للخطوره اللي جميعا بنشهدها. طبعا عرض هذا القانون على مجلس الدوله، السيد رئيس الجمهوريه صدق على القانون، والان بننتهي من اللائحة التنفيذية. ويمكن كان في لقاء جمعني، مؤتمر صحفي جمعني الأسبوع الماضي كان بيني وبين السيد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق وأعلننا إن شاء الله بعد شهرين من الآن سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وهيكون عندنا قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. الجزء الثاني عشان ما اطولش على حضراتكم، عندنا قانون اخر هيدخل هذا القانون نهايه ديسمبر، هو قانون حمايه البيانات الشخصيه. وعندنا قانون اخر هو قانون المعاملات التجاريه. عاوز اقول وهتحدث طبعا اكيد هنفتح ان شاء الله حوار مع حضراتكم، عاوز اقول ان قانون المعاملات التجاريه بعض وسائل الاعلام او البعض قال اسمه قانون التجاره الالكترونيه، هو التجاره الالكترونيه جزء من قانون المعاملات التجاريه، وده مهم جدا جدا جدا، لان يعني عاوز اقول ان
احنا بنشوف كمية الاعلانات الغير صحيحة والوهمية اللي بيتم بثها على السوشيال ميديا، فلابد ان احنا يبقى عندنا تشريع لمواجهة ده. احنا على مدار 24 ساعة في لجنة الاتصالات يا فندم بنشتغل وبنناقش العديد والعديد. انتوا عارفين القطاع بيضم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتضم جهاز تنظيم الاتصالات وسيليكون واحة وتليكوم ايجيبت والهيئة القومية للبريد. فيمكن احنا ناقشنا على مدار السنوات السابقة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وحققنا نجاحات بالفعل على ارض الواقع في هذه القطاعات، سواء في المناطق التكنولوجية، سواء بالتنسيق مع السادة النواب في المحافظات التي اقيمت فيها المناطق التكنولوجية في برج العرب. ورحنا على فكرة هيئة المكتب وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نزلنا زرنا المنطقة التكنولوجية في برج العرب والمنطقة التكنولوجية في السادات. الحقيقة حاجة رائعة وشيء رائع نفتخر به كمصريين. ويمكن المنطقة التكنولوجية في أسيوط والمنطقة التكنولوجية في بني سويف، قد إيه إحنا بنفتح سوق عمل كبير جدا في هذه المناطق. وأتمنى بالمهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هم ينزلوا زيارات ميدانية لهذه المناطق. طبعا في انتهاك متين الوقت من 5 لـ7 دقائق، اكيد هيكون في حوار اخر لان في لازم نتحدث عن التحول الرقمي ولازم نتحدث عن تفاصيل القوانين التي تناقشها لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرحله المقبله. شكرا يا فندم، خالص تحياتي. شكرا يا فندم. احنا هنرجع تاني نتكلم عن الحاجات دي، مش هفوتها. التحول الرقمي اللي مش هفوتها. لان اصلا الشعار بتاع المعرض الثاني هو درايفنج ترانسفورميشن، اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه. مصطفى زميل كفاح من 30 سنه، صغير اصغر مني. النهارده انت واحد من الناس اللي بيعملوا ما يسمى بالليسننج للسوشيال ميديا. والليسننج للسوشيال ميديا هو اللي بيطلع الاستاتستكس اللي بنبص عليها ونشوف ايه اللي بيحصل. طبعا لما بنبص على الوسائل التكنولوجيه ونقول ان انا عندي 100 مليار بحث على جوجل شهريا، رقم مخيف. لما نقول ان المخزون اللي موجود عند جوجل، لحضرتك لما بتعمل سيرش على جوجل فجوجل بيطلع المعلومات اللي جوجل بيدور فيها دي، دول 130 تريليون صفحه موجودين عند جوجل، عناوينهم بالكونتنت اللي جواه بملخص عشان خاطر يوديك عليها باسرع ما يكون. 91% من العالم بيبحث عن اي معلومه عن طريق جوجل. فيسبوك نفس الكلام. فيسبوك انا عندي من ساعة ما احنا ابتدينا، كنت بحسب دلوقتي، من ساعة ما احنا ابتدينا للحظة دي انا بتكلم في ان فيسبوك زاد حوالي من 12 لـ13 ألف نيو بروفايل دلوقتي. احنا بنتكلم على 500,000 مستخدم جديد على فيسبوك كل يوم. فاحنا ما نقدرش ننكر ان العالم بيتغير تغير كبير قوي، وان شكل المستخدم ابتدى يتغير. يعني تصنيف المستخدمين، خليني اقولها بطريقه مختلفه، كنا زمان الناس اللي ليها علاقه بالميديا، انا يمكن تحولت من التكنولوجي للميديا في الفتره الاخيره، بنصنف الناس الى بيسموهم كلاس A، كلاس B، كلاس C، بيزد على التعليم وعلى السوشيال ستاندرد وعلى حاجات كتير. التصنيف بتاع كلاس A وB وC ده على السوشيال ميديا لا اعتقد انه يشتغل، لان في المنظومه الاخرى بتاعه التعامل الاعلامي اللي هو الميديا قبل ما تبقى فيه سوشيال ميديا، كان في حته بتقول ان انا المستخدم او المتلقي، انا ببص على يعني هو الاهرام ليه يحط اعلان عن الساعة الرولكس؟ كان دايما دي ديبيت، ليه بيعمل كده؟ ليه الساعة الرولكس ثمنها كذا 10,000 100,000 دولار؟ فالراجل اللي بيشتري الأهرام هيشوفها فين؟ هيشوفها هنا؟ هيشوفها هنا، لأن كان زمان الراجل
ده موجود بيقرأ الأهرام. النهاردة على السوشيال ميديا أنا ممكن أكون دخلي بسيط جدا، إنما أنا بتمتع بخدمات عالية جدا، فأنا بتمتع بالخدمات اللي اسمها كلاس A. فهل أنا أصنف كلاس A؟ أعتقد إن التصنيف ده على السوشيال ميديا اختفى. فأنا عايزك مصطفى من خلال الليسننج بتاع السوشيال ميديا إن جنرال، ادينا فكرة كده هو المشهد اتغير ازاي. طيب أنا عايز أقول كده حتة مقدمة، إن الاختراعات اللي جت للبشرية، عجلة، عربية، كاميرا، كان دايما المستهلك بياخدها وخلاص، مفيش حد بيقعد يكلمه على التليفون ويزن عليه استعملها كده. طب استنى هنجيب لك حاجه حلوه. السوشيال ميديا وراها ادمغه نبيهه جدا، قاعده ليل نهار بتفكر ازاي تخليك تستخدمها اكتر، وبالتالي المستخدم قدام كل الترغيب الشديد دوت كانه بيفترس. ده مش كده وبس، انت تكلمت عن عدد مستخدمين السوشيال ميديا في العالم، فيسبوك وجوجل مش مكتفيين بكده، هم بيدوروا على طرق ازاي يوصلوا ل4 مليار دولار عن طريق ساتلايت صغيرة او عن طريق بالونات صغيرة تطير في الطبقات العليا من الجو وتتواصل مع الناس اللي ما عندهمش كونكشن، هيوصلوا كل البشرية تبقى كونكت. طيب الخطير في الموضوع دوت قبل ما نخش في حته التصنيف، ان احنا ما ذاكرناش الموضوع ده هيبقى تاثيره على المجتمع ازاي، هيبقى تاثيره على البشريه ازاي. احنا حاجه بتتجرب فينا، ده احنا لما تيجي شركه دواء تطلع دواء بتقعد 15 سنه تجربه على فيران وبعدين على بني ادمين وبعدين تجيزه انه ينزل يستخدم في الشارع. السوشيال نتورك اتجربت فينا زي ما انا كنت متحمس لها منذ بداياتها واستعملتها في شغلي بشكل جيد جدا، لكن انا شايف ان هي بقى لها اضرار بالغه على الانسانيه بالذات في مصر، لان احنا في مصر كمان يعني ما بشوف الاسواق الاخرى اوروبا وامريكا وشرق اسيا بجد ان احنا مستهلكين اكتر كمصر وكمنطقه عربيه للسوشيال ميديا، احنا مدمنين سوشيال ميديا. والسوشيال ميديا لها اضرار من ضمنها مثلا الاكتئاب، لان انستجرام كل واحد عامل حاجه حلوه يصورها، اكله حلوه، فرح، عيد ميلاد، فانا يجيني غيره بقى، قال لها طب هم ليه بيسافروا وانا ما بسافرش، قال لها طب هم ليه بيلبسوا شيك وانا ما بلبسش. فالضرر النفسي بتاع مثلا انستجرام على المصريين غير طبيعي. الحاجه الانقح بقى كمان ان الثقافه اللي بتتولد من السوشيال ميديا هي ثقافه مختصرة جدا، لان انا بكتب على تويتر 240 حرف، انستجرام بطلع صورة وكلمتين، فهي ثقافة تايتلز. حتى الانفلونسر او المؤثرين في المجتمع بتاعنا هم اكثريتهم ايه؟ اكثريتهم فاشونيستا بتوع لبس وشياكة، مش زي المجتمعات برة ابص الاقي فيه متخصصين في الطب وفي الفضاء وفي التكنولوجيا وفي الزراعة وفي السياسة وفي المجتمع، احنا مركزين في حتة واحدة. فأنا أخشى إن المجتمع بتاعنا بيضطر ضرر بالغ جدا بسبب السوشيال ميديا التي أنا لا أملك الكنترول عليها. على فكرة احنا اللي بيسيطر على حاجات كتيرة في حياتنا الألجوريزم، الخوارزمية اللي بيستعملها. احنا في كونتنت بنقراه على الإنترنت ما كتبوش بني آدم، كتبوا روبوت. فاحنا بنفترس من قبل سوشيال نتورك غير موجودة في البلد. يعني أنا النهاردة لما أجي أقيم حوار أو أقاضي البلاتفورم ديت هم مش موجودين، أنا ما أقدرش أمسكهم. فأنا بطالب إن إحنا ضروري يبقى في حالة حوار معاهم ويبقى لهم تمثيل قانوني داخل البلد. لما بتتكلموا على الإعلانات، هو برغم تعويم الجنيه ما زال جوجل وفيسبوك بياخدوا نصيب الأسد من إعلانات الانترنت. يعني بنتكلم على فوق 90% من دخل الاعلانات على الانترنت في مصر بيحصدها جوجل وفيسبوك، والمحتوى المصري ولاد البلد ياخدوا 10% بس. فده مش صح، فضروري ان احنا نسعى لتغيير ذلك.
مرجعا بقى للسؤال يا حسام بتاع التصنيف على السوشيال ميديا، احنا الفيسبوك وجوجل بيقدروا يلموا داتا كتيره جدا اكتر مما انتم ممكن تتخيلوها. يعني احنا واحنا قاعدين دلوقتي هم سامعين احنا بنقول ايه، الواتساب اللي بنكتبه دوت هم بيقروه، الالات بتاعتهم يعني مش هم كاشخاص. فبالتالي هو عارف انا ساكن فين الصبح، بروح امتى، كذا، كل البيانات ديت بتديله بروفايل كامل عني، ودوت هو بيستفيد بيه لما باجي انا اعمل حمله ترويجيه بتتوجه للشخص بعينه اللي هو هيبقى. طبعا دي محتاجه مهاره عشان اقدر اوجهه صح، وده للاسف برضك احنا مش شاطرين فيها برغم ان في كورسات ببلاش موجوده على النت. لكن التصنيف دوت مبني على اللايف ستايل، على اسلوبيه او نمطيه الحياه، مش مبني على القدره الشرائيه اللي هي الاي كلاس والبي كلاس وكده اهوت. لان انا ممكن واحد يكون غني جدا اول ما بيطلع ايفون جديد بيروح يشتريه، وفي واحد متوسط الحال بيقعد يحوش 3 سنين لكن لما هيشتري تليفون جديد هيجيبه ايفون. الاثنين دول بيدوروا في الايكو سيستم بتاع الايفون، اللايف ستايل بتاع الايفون. وقص على ذلك حاجات كتيره جدا. فاحنا قسمنا المجتمع لسبع انماط حياتيه. على فكره كمان كل نمط نتيجه السوشيال ميديا، اللغه ما اصبحتش ملك مجمع اللغه العربيه، اللغه اصبحت ملك المصريين. فاللغه تم اختصارها، يعني اللي بيتداول على السوشيال ميديا من كل انواع المصريين 3000 كلمه. اللغه العربيه يا ساده فيها 17000 جذر، من كل جذر بنطلع 30 40 كلمه. فاختصار اللغه دوت طبعا دوت هيخلي ان الثقافه وعمقها وفهم حاجات كتيره قوي باللغه ديت يضيق جدا. الحاجه الثانيه انها اصبحت لغه متغيره، يعني لفظ بالنسبه لي يختلف بالنسبه لك، يختلف بالنسبه لك، يختلف. اللفظ بيختلف من نمط حياتي لنمط حياتي، وبيختلف من وقت لوقت. التغير دوت اصبح يخلي متابعه اللي ما ينشر على الانترنت موضوع هنفهمه بقى باشكال مختلفه تماما. ودوت اللي اوجد مجال الفيك نيوز، الاخبار الزائفه. فاحنا عشان اخلص كلمتي، الحاجه اللي انا في نفسي ان احنا نعملها كلنا ان احنا نعمل كورسات شعبيه للمواطن ازاي يخوض في السوشيال ميديا، ازاي يخوض. زي ما انا بعرف امشي في الشارع من غير ما اتخبط او اتسرق، ضروري اتعلم ازاي اخوض في السوشيال نتورك من غير ما حد يضحك عليا باخبار زائفه، من غير ما حد يضحك عليا ويبيع لي منتج بايظ، من غير ما حد يلوث لي قناعاتي وتفكيري وثقافتي. الحاجات دي محتاجه ان احنا بجد نعلم المواطنين. شكرا. شكرا مهندس مصطفى. عايز ارجع لثانيه. في النهارده استخدامات لبلاتفورمز كتيره، وفي تجربه جديده بياخدها وزير التعليم لتطوير التعليم. التجربه ديت بتقول ان التجربه السنه دي كانت اول سنه تخش في حيز التنفيذ. بلاتفورمز كتيره قوي، مكتبه معرفه كبيره جدا، وسائل تعليميه جديده على الطلاب واولياء الامور والمدرسين، ومناهج مختلفه هتدفع به التعليم في مسار جديد. رضينا عن النرد، يعني حتى الناس اللي بتقول لا مش هيحصل حاجه، لا مش هتتغير، لا مش عارف ايه، كل الناس اللي قالت الكلام ده انا فاكر نفس الناس دول لما الموبايل نزل سنه 96 في مصر. انا متذكر جدا ناس كتير قوي كنت اعرفهم قال لك ده مش هيكمل نص مليون تليفون في ايد الناس كلها، وهو خلاص ودمتم على كده، وعمر ما حد هيكمل اكتر من كده. وكنا بنستخدم ما يسمى البيجر الصغير اللي بيتنتن ده، وكان في فايده عظيمه جدا بالنسبه لي ان البيجر بيرن في نمره شخص اكلمه او ما اكلموش.
انما النهارده بعد ما بعايا تليفون في سمارت فون الراجل بيبعت لي اس ام اس وبيطلبني مس كول وبيبعت لي واتساب وبيبعت لي على الماسنجر فيسبوك، يعني بيطاردني في كل حته، هجيبك. ف النهارده دكتوره بعد ما بقى في كل الوسائل دي والطلاب بيستخدموا الوسائل الجديده، يعني جديده بالنسبه لي عشان انا جيل قديم، بيستخدموها احسن مننا كلنا وبيستخدموها اسرع. واي حد يتصور ان اي حد في الموجودين، مع احترامي الشديد لكل القامات اللي موجوده، شاب عنده 12 سنه نقعد احنا الاربعه قدامه بتليفوناتنا، هو اسرع للوصول للمعلومه واسرع في البحث كمان. ينقصهم الخبره، ينقصهم التعلم، ينقصهم حاجات كتير. انا قلقان على التجربه، قلقان على تجربه التعليم باستخدام الوسائل العظيمه اللي في ايدينا، اللي انا مش عايزها تتحول الى وسائل شرسه زي ما مصطفى كان بيقول، لان مصطفى خوفني. مصطفى واحد من اشد المتحمسين، مش اشد المتحمسين، مصطفى ساب قطاع تكنولوجيا المعلومات عشان يروح يشتغل في القطاع ده اصلا. يعني فان هو يقول انا قلقان، دي بالنسبه لي جمله بترينج بيلز كتيره. مش عارف ازاي هتطلع حاجه مصري تقف قدام فيسبوك وجوجل قطار ال 10 وال 90. فانا قلقان يا دكتور، انت شايفه ايه؟ احنا لازم كلنا يبقى عندنا يعني القلق اللي هو بيبقى ايجابي علشان انا اتفادى السلبيات واركز على الايجابيات. ده انا اتفق مع حضراتكم ان هو قلق في محله. بلد زي امريكا النهارده الاطفال من سن 9 سنين بيعانوا من ادمان وسائل الاتصال، وفي منهم بيخشوا مصحات علاجيه زيها زي ادمان المخدرات تماما. يعني فحضرتك محق جدا في التخوف ده. والنهارده احنا بايدينا بنفتح الباب لطلاب المدارس من كي جي 1 وكي جي 2 ان هم يبقى في ايديهم تاب، ويبقى في ايديهم بنبتدي نشرح لهم المجالات دي ازاي يخشوها، ازاي يبتدوا يبحثوا. فهل ده صح ولا غلط؟ هقول لحضرتك، هو سباق الحضاره خلاص دلوقتي ابتدى، والقطر زي ما بيقولوا كده قال. فاحنا يا نلحق نركب يا القطر هيدوس علينا. فاللي عملته وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم في محل، لازم الجميع يبقى مسلح بالعلم. والعلم بيكون في محله لما تكون الطفل من الصغر يتعلم انه يستخدمه استخدام المظبوط. وانا شفت ان موضوع الباقه اللي بيضم الكثير من المواد سواء في ماده علميه واحده، ده قمه النجاح. لان النهارده زي ما حضراتكم عارفين مفيش مجال واحد للبحث العلمي لا يستعين بالمتخصصين في مجالات اخرى عديده. فنلاقي مثلا حاجه زي الفود تكنولوجي، المهندس بيقعد مع بتاع البايو تكنولوجي، بيقعد مع بتاع الزراعه عشان يشوفوا احسن وسيله واحسن طريقه لان هم يحسنوا المنتج الزراعي، وبالتالي يحسنوا المنتج النهائي اللي احنا لو من مثلا الطماطم للصلصه. فان احنا نعلم الطفل من الصغر ان انت لما بتبص لحاجه بتبص لها من كافه الجوانب، ماده علميه متكامله، ان التعليم ما بنكتفيش ان هو يكون موجود جوه الفصل. انت في جزء كبير جدا بيقع على عاتق الطالب ان هو يدور على المعلومه بنفسه، ان هو يعرف المجالات المتصله بالمعلومه دي ما هياش بس لغه عربيه، لا ده ممكن يبقى وراها انا بشوف علم نفس، بشوف فكر انساني، بشوف سياسه، بشوف تاريخ. ده بيخلي الطفل ده جلوبال سيتيزن، يعني مواطن عالمي، لما يطلع سوق العمل يعرف يتوظف. ما انا مش حاطم راسي واقول ان هو هيطلع مدمن وسوشيال ميديا وبلاش اعلمه، لا انا اعلمه صح، استخدم الادوات المتاحه بشكل ايجابي، يعرف ان العلم لا يقتصر على المدرس اللي واقف ولا يقتصر على الكتاب اللي قدامه، ده موجود في كل حته. يعرف ازاي يبحث، يعرف ازاي يتكلم، يعرف ازاي ان هو يعمل برزنتيشن. دي كلها متطلبات الموظف اللي هيتوظف بعد كده في سوق العمل. ف
فانا مع انه احنا ندخل حاجه زي كده على اولادنا بالاشراف الاول وبالتوجيه، وزي ما حضرتك قلت كمان لازم يبقى فيه اتفاق مجتمعي. عايزين مصر كمان 10 سنين تبقى فين؟ كل بلاد العالم النهارده في مراكز اللي هي ثينك تانكس، دول بيضعوا مع الحكومه مؤسسات التعليميه، الوزارات المعنيه، كل من له يد في صنع قرار مستقبل البلد بيقعد ويتفق. مصر هتتوجه زي ما احنا بنقول النهارده وي ار درايفنج ترانسفورميشن للديجيتاليزيشن، سواء بقى في الحكومه، في البيزنسز، في الانوفيشن، في مجال الستارت ابس. يبقى احنا هنضع خطوات ليها قياسات بجدول زمني معين. كذلك التعليم هيضع خطوات زي ما احنا النهارده شايفين بتتحقق على ارض الواقع، بيحققوها في جدول زمني هيوصلوا بيها الاهداف. شايفه اهمها انه الطفل النهارده نبقى مطمن على ابني اشتغل في مصر، اشتغل في المانيا، اشتغل في امريكا، اشتغل في اسيا زيه زي اي طفل موجود في العالم، لاني انا لو ما لحقتش نفسي هلاقي نفسي بره السياق. شكرا دكتورة. احمد بيه، انا حضرتك قلت لنا عندنا تجربة رائدة، لجنة اتصالات جديدة. عندنا كمان تجربة جديدة برضو بتقول ان احنا عندنا مجلس قومي للمدفوعات بيشتغل على الشمول المالي اللي متصل اتصال كبير جدا بموضوع الاتصالات. عندنا تجربة بوجود مجلس قومي للمجتمع الرقمي عشان خاطر يقود التحول اللي احنا عايزين نوصل بيه لمواطن يستخدم الخدمات بطريقه افضل ويبقى عنده اتاحه تكنولوجيه كبيره. التحول الرقمي او المواطن الرقمي ايا كان بقى الاسم اللي الناس تحب تستخدمه مليان تحديات كثيره قوي. التحديات دي جايه من رواسب قديمه لاستخدامات متعدده ل تطبيقات تكنولوجيه يمكن لم تنجح. تجارب بعض الناس حاولت انها تعملها وما كملتش. احنا بنتكلم على الحكومه الرقميه او كان اسمها الحكومه الالكترونيه زمان من سنه 2000. النهارده احنا داخلين على مشارف 2019. في حاجات حصلت بلا شك، وهناك تحدي كبير حصل لنا ما بين 2011 لحد 2014 اكيد كان تحدي كبير. التحديات دي غيرت في التركيبه المجتمعيه وبالتالي غيرت في استقبال الشباب لينا. فالنهارده في وسط ما انا بقول التحول الرقمي، الطلاب عند حضرتك في الجامعه اللي كانوا موجودين في سنه 2011 وشافوني انا ومصطفى حيرانين بنسال هو احنا رايحين فين؟ هو ايه اللي هيحصل؟ هو الخطوه الجايه ايه؟ هو احنا هننط؟ هنقفز؟ هنرجع؟ هيحصل ايه؟ الشخص اللي كان عنده 12 سنة في هذا التوقيت وشافني أنا ومصطفى محتارين، أنا بستخدم مصطفى مثال بس عشان يعني أقدر أتك عليه. شافنا إحنا الاثنين حيرانين، النهارده ما بيصدقناش إحنا الاثنين. بس أديكم صورة المجتمع. ما بيصدقناش إحنا الاثنين قوي لأنه شاف إن إحنا في الوقت اللي كان محتاج فيه الخبرة تقول له رايحين فين يمكن قعدنا شوية عبال ما عرفنا نقول له احنا رايحين فين، او عبال ما عرفنا نقول له احنا ناويين نروح. تحدي كبير جدا النهارده قدام نواب هذا الشعب ان الاجنده اللي بتحطها الحكومه اللي بتتكلم على التحول الرقمي، رعاية مجلس النواب ليها عشان تخرج للنور، ما هو في الآخر هي أضلع كتير موجودة لهذا الشكل الكبير، أما ده له شكل له مثلث ولا مربع ولا خماسي ولا سداسي، فأضلع كتير قوي كلها بتتكامل في الآخر عشان تطلعنا ليه
اللي احنا كلنا نفسنا فيه. يعني انا بتكلم على التحول الرقمي، يمكن لما كنا في اوائل التسعينات اكرم لو فاكر في اوائل التسعينات كنا بنتكلم على الانترنت تخش مصر 93 96 بقى عندنا انترنت تجاريه، يعني ينفع تروح تدفع فلوس تاخد انترنت في البيت. ده كان في 96 اول مره تدخل في مصر، على فكره مش من زمان قوي، بس يعني ابقى واضح معاك مش من زمان قوي. الاي دي اس ال دخل مصر اللي هو كلنا بنستخدمه النهارده لان هو ابسو فاكتور بيحصل في اي وقت. الاي دي اس ال دخل مصر 2003 2004 ده البدايه. فاحنا بنتكلم على تجربه عمرها مش كبير، بس العالم بيجري بسرعه جدا واحنا محتاجين نلحق. انا قلقان على الترانسفورميشن ده، هنقدر نلعبه بسرعه ولا لا؟ يسعدني ان انا الاقي نواب زي حضرتك في البرلمان، لان انا النهارده لما بتكلم على متوسط السن جوه البرلمان والخبرات اللي موجوده جوه النهارده، ده مجلس نواب، لما نروح نقول له تكنولوجيا زي ما حضرتك قلت كده، قانون الجريمه الالكترونيه، كل الناس معاك على الخط لان كل الناس فاهمه ده ايه. فانا النهارده عايز حضرتك تكلمني على التحول الرقمي، حضراتكم شايفينه ازاي؟ وشايفين هنروح فين؟ بشكرك جدا حسام بيه، ويمكن في العديد من الاسئله هرد عليها بعد ما اتحدث في التحول الرقمي. خلينا نؤكد ان القياده السياسيه تولي اهتماما كبيرا، ولا يخلو اي مؤتمر من المؤتمرات او في كل المحافل، حتى المحافل التي لا تخص القطاع، تلاقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا يؤكد وينادي بالتحول الرقمي. ممكن احنا في شرم الشيخ تحدثنا باستفاضه، ويمكن كان في برزنتيشن وسياده الرئيس اكد على ده، وكنت انا حاضر والسيد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلينا نقول ان المجتمع الرقمي، وانا حضرتك اعلامي والزملاء الاعلاميين لابد ان هم يوضحوا للناس يعني ايه مجتمع رقمي. المجتمع الرقمي هو باختصار وبايجاز شديد مجتمع متكامل يستخدم التكنولوجيا والاتصالات والالكترونيات بشكل سهل. هتكلم على ارض الواقع شويه بما اننا بنمثل او بنعبر عن نبض الشارع. خلينا نقول ان شكاوى الناس ومعظم المواطنين 90% ده لما كانوش 100% من المواطنين اللي بيتعاملوا مع وزارات مختلفه اللي احنا بنقول عليها الوزارات الخدميه، وزاره التنميه المحليه متمثله بقى في مجالس المدن والوحدات المحليه والادارات الهندسيه وغيره. اللي يروح اداره هندسيه يقول لك فساد عارم، اللي يروح وحده محليه يقول لك فساد عارم. انت ما زلت بتتعامل ورقي، وتخش المكاتب تلاقي ملفات شكلها يرعب وشكلها يخط، مش عارفين ايه اللي في الملفات. فاذا فساد احنا بنجده في بعض هذه القطاعات. وزاره الزراعه بحضرتك دلوقتي بالادارات الزراعيه المختلفه لما تطبقها تكنولوجيا الامور هتختلف، وزاره التموين لما تطبقها تكنولوجيا الامور هتختلف، وغيره طبعا من المؤسسات انا مش عاوز اطول. فانت حضرتك يعني بتقلل من حده الفساد بالتحول الرقمي في مصر، ودي معاناه الكثير والكثير من مواطني شعب مصر. الجزء الاخر بتطبيق التحول الرقمي في مصر، انت هتعيد بناء الثقه بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي. هترفع كتير جدا من الاداء الحكومي، وده اللي بنركز عليه. احنا كان عندنا اجتماع الاسبوع الماضي والاسبوع قبل الماضي بحضور يمكن كل قطاع الاتصالات وعلى راسهم السيد الوزير، وتحدثنا في الملف ده، ملف التحول الرقمي. ما اتمناه ان وسائل الاعلام النهارده قبل بكره لابد ان هي توضح للمشاهد ده وتلقي الضوء عليه. حضرتك تحدثت في نقطه مهمه قوي وانا بحييك عليها، اللي هي النشر على المواقع الرسمية، زي موقع كبير زي اليوم السابع، زي الأهرام، زي الجمهورية، المواقع الرسمية اللي هي فيها متخصصين وزملاء صحفيين وإعلاميين لهم مصادر وبينشروا المعلومة من مصادرها. حضرتك قلت مهما نشرنا وردينا على الشائعة ما بتسمعش بشكل كبير. ليه؟ انت عند حضرتك للأسف الشديد
قنبلة موقوتة، اللي بيروح يشتري دومين وهو غير متخصص وليس له علاقة بالإعلان وما يعرفش يعني إيه إعلان، أنا آسف يعني، بيروح يشتري دومين $5 في منطقته ويعمل موقع إلكتروني. ده موقع غير رسمي، ويجيب أجهزة بس وجهاز مونتاج ويقول لك موقع، يسميه أي موقع. ممكن فندم يبقى في المنطقة بتاعتي أو في الدايرة بتاعتي اللي أنا فيها مثلا، يعمل موقع إلكتروني $5. وطبعا الموقع هيبقى هيشتغل على قد اللي دفعه يعني، كله على قد فلوسه، شاري موقع دومين $5 خلاص هيعمل موقع في المنطقة بتاعته. بيقوم بقى هذا الموقع بنشر الشائعات، احنا طبعا ما ينفعش نسميه موقع خلاص، لكن للأسف ده له رابط فبيقول عليه موقع، يسميه مثلا يعني بما ان دايرة الاليواء يسميه مثلا كذا اليوم، اسم معين، مش هقول اسماء مواقع لان احنا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رصدنا 3000 دومين. وهناك ازمات حدثت على ارض الواقع في بعض المحافظات في مصر بسبب بث الشائعات والاكاذيب. انا هقول نموذج، وانا كنت في ايطاليا في هذا الوقت لما حصل الانفجار اللي كان بجوار مطار القاهره اللي حضراتكم تتذكروه من شهرين. ايه سبب الشائعه دي؟ واحنا في ايطاليا تخطينا وقلنا في ايه؟ مش موقع عنده دومين $5 هو سبب هذه الازمه. عمل ايه بقى؟ رغم انه محدود جدا راح مشير الخبر، الحقوا انفجار في مطار القاهره ونقلوه بقى، اتشير لده ولده. واحنا للاسف شديد، ومصطفى بيه زي ما قال احنا بنستخدم سلبيات السوشيال ميديا بشكل كبير جدا دون النظر للايجابيات. كل واحد بيقوم من النوم الصبح واحد صديق له مشير شائعه قد تضر بامننا القومي، يشير الشائعه دون النظر انت تتاكد هل الشائعه دي مدى صحتها؟ هل هي تمت للواقع بصله؟ فبنشير وبندمر امننا القومي دون ان ندري. انا عاوز اقول لحضراتكم وقعه كنت من اسبوعين في الامارات في دبي او من 3 اسابيع، حصل حريق بسيط في احدى الابراج هناك. خاطبوا هناك القطاع، خاطب الشعب والمواطنين ان هم ما يشيروش صوره الحريق على السوشيال ميديا لا حتى لا تتاثر السياحه. فلحظه تم حذف. انا سعيد جدا. المفروض احنا يا جماعه نركز شويه بان كم هائل من الشائعات، واحنا امام على فكره احنا امام حرب شائعات، والشائعات ده عاوز جلسه يا فندم يعني اذا تحدثنا عن الشائعات. بعض للاسف شديد الصفحات بقى او المواقع سواء المدعمه من الخارج او الداخليه للاسف شديد التي تسطر حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع. هو هدف الشائعات ايه؟ انا نفسي من اسبوعين وكان الوزير جنبي كنا في المنصه عندنا في المجلس بنتحدث عن قانون المعاملات التجاريه، وبنقول ان احنا هنحمي بيانات المواطنين من الاعلانات الوهميه اللي بتنشر. اصبح الان الاعلانات اللي بتنشر اعلانات عن الادويه بتضر بصحه المواطنين، وهناك وقائع عديده يا جماعه، وهناك وفي محاضر شرطه محرره بيها خدوا ده ادويه منتشره على السوشيال ميديا او على احدى المواقع خدوها كانوا في العنايه المركزه بالليل، مش عاوز اخش في التفاصيل ده. فقلنا هيبقى في ضريبه وهيبقى في كذا على هذه الاعلانات. راحوا كاتبين ايه؟ رئيس اتصالات البرلمان يفرض ضريبه على مستخدمي فيسبوك. القنوات المغرضه بقى خدوا الكلام على ان احنا هنفرض ضريبه على مين؟ هم نقلوا الخبر، عكسوا الخبر. خدوا على ان احنا هنفرض ضريبه على مستخدمي الناس اللي احنا حضراتكم اللي بنستخدم. ده كلام لا يمت للواقع بصله اصلا، بس اتشير بشكل كبير وللاسف ناس شيرته وعمل مشاهدات بالملايين. وغير انا بقول لكم على واقعه شخصيه حدث معايا. تعالوا شوفوا مثلا الايجابيات اللي بتحدث. السيد الرئيس عندما يقوم بافتتاح مشروع ضخم شبكات الطرق وغيره وغيره من المشروعات الضخمه ومدينه العالمين الجديده او في العاصمه الاداريه لما بينزل، تلاقي مثلا على العكس القنوات المغرضه او الصفحات المغرضه تروح مشيره العكس واحنا بنشير. فاحنا بندق ناقوس الخطر والتوعيه. التوعيه اهم، لابد من التصدي للشائعات. ويمكن انا عاوز يعني اطمن حضراتكم في تنسيق دلوقتي ما بين لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما انها تمثل التشريع والرقابه، وما بين الجهات التنفيذيه زي مركز معلومات مجلس الوزراء. ويمكن دكتور مصطفى مدبوني شكل مجموعه كبيره بتتعاون معانا دلوقتي في الرد على كل شائعه. ويمكن انا طلبت من يومين توصيه مهمه جدا ان يتم تطبيق الرد على الشائعات من خلال مش من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء بس، لا انا عندي في كل محافظه من اسكندريه لاسوان حاجه اسمها البوابه الالكترونيه للمحافظه.
دي اللي بتنشر مثلا اذا كان في انجازات المحافظه. والبوابات الالكترونيه في المحافظات فيها عدد كبير جدا من ابناء هذه المحافظات. لابد من الرد ايضا على الشائعات، لان انت ممكن ترد على الشائعه تصل الى سكان او قاتلي القاهره الكبرى. انت عندك المحافظات القواعد العريضه سواء في الصعيد او في او في الوجه البحري او الدلتا او القناه. فاحنا امامنا تحديات كبيره جدا في المرحله اللي جايه، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحققها. وانا بطمن حضراتكم ان احنا ان شاء الله زي ما قلت في البدايه نهايه ديسمبر هنناقش قانونين في غايه الاهميه، قانون حمايه البيانات الشخصيه وقانون المعاملات التجاريه. وزي ما ذكرت وهأكد تاني، بعد شهرين هيكون عندنا ان شاء الله بعد الانتهاء من اللائحه التنفيذيه قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. شكرا يا فندم. شكرا سيادة النائب. مهندس مصطفى، انت اتكلمت على المحتوى اللي موجود، المحتوى اللي الناس بتتداوله. هل حضرتك شايف قد ايه من المحتوى ده هو محتوى بتاعنا نحب نحييه؟ لان احنا عندنا محتوى سليم كتير قوي، كبير جدا. يعني زي كده المثال اللي حضرتك اديته بتاع بنستخدم 3000 كلمه، واحنا عندنا يعني انا حسبت الحسبه طلعوا مئات الالاف من الكلمات. نحن المحتوى بتاعنا ده ازاي؟ هل في طريقه اعرف اوصل بيها مثل الناس اللي قاعده ومهتمه وسمعت ان في ندوه على السوشيال ميديا فجت قعدت معانا؟ لا، انا بتكلم على الناس اللي مش مهتمه. ازاي اخليهم يجوا معانا؟ ما هو احنا عندنا مشكله وصول. اوصل لهم ازاي؟ اجيبهم معانا ازاي؟ وبالذات عايزك تركز على فئه الشباب. بالعكس، فئه الشباب هي لانها متواجده على الانترنت. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي، ان احنا السوشيال ميديا ما هياش الانترنت. الانترنت فيها حاجات كتيره جدا غير السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا النهارده نتيجه ان هي بقت مليئه، بقت كلاتر، بقت مزدحمه، اصبح اللي انا بشوفه عليها مش اللي انا عايز اشوفه عليها، ولكن ده الالجوريزم. فانا ضروري اعمل منصات بديله. المنصات دي احط عليها المحتوى اللي انا مهتم بيه، والمنصات دي تبقى بتاعتي، تبقى ملك الدوله، وتقدر ان هي تخليه الشباب بتاعنا ما يتفرجش، لان الالجوريزم بقى تتفرج انا على حاجه حلوه وبعدين الالجوريزم يقوم جايب لي حاجه من داعش. يعني مثلا انت بتعمل اعلان لعربيات الفور ويل يقوم جايب لك اعلان لفيلم بتاع داعش، هو لانهم راكبين فور ويل. فانا حمايه للشباب ضروري اعمل منصات بديله. واحد، اتنين، ان المنصات دي كمان هتعمل دخل للمحتوى بتاعي. بدل ما انا باخد الدخل من فيسبوك ويوتيوب بعد ما بيتقطع منه ارقام، لا، انا اخد الدخل كله دوت ليا. الحاجه الاخيره كمان ان انا هيكون عندي بيانات كتيره قوي اقدر منها افهم حراك الشباب وافهم رغبات الشباب. مش زي لما بحط حاجتي على السوشيال ببقى عندي حجم قليل جدا من الداتا. هل ده كافي؟ طب انا يعني عشان وقتنا بيخلص انا عايز افتح الفلور للدسكشن لو في اسئله. كل الصحفيين رفعوا ايديهم، المشكله. طب في مايك تحت؟ استاذ اشرف انور. السلام عليكم. طبعا الندوه انا للاسف جيت متاخر، بس انا حريص ان من فعلا بدات المعرض ان انا لازم احضر الندوه لاهميتها طبعا ولاهميه الضيوف اللي موجودين. هو انا بس عايز اسال المهندس مصطفى، هو المساله عندنا المشكله فين؟ هي المشكله في السوشيال ميديا كاداه ولا في المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا؟ هي الازمه عندنا الحقيقيه من وجهه نظري الشخصيه هي في المحتوى. واحنا احنا في حرب حقيقيه مع قوى الشر، هم بيصنعوا المحتوى ويشتغلوا عليه وبياخدوا المحتوى بتاعنا ويقلبوه ويشتغلوا عليه، واحنا للاسف فشلنا ان احنا نعمل محتوى حقيقي يصد اللي بره. احنا مش عايزين نصد. السيد النائب بيتكلم عن الاشاعات، انا لو قعدت بس عشان اشتغل على الاشاعات اللي هم بيشتغلوا عليها
انا بنظم الاشاعات بتاعتهم وبديهم مساحه اكبر. انا حد مثال بسيط الاسبوع اللي فات كلام عن موضوع تصدير الحيوانات الاليفه. الحيوانات الاليفه احنا اشتغلنا عليه ازاي؟ اشتغلنا عليه انه غلط وان احنا ناس وحشين والسوشيال ميديا بتاعتنا. في حين اللي هم في بيتي في جيت ناين قالت لي بابا الموضوع مختلف بره. هم شغالين على الموضوع، خدوا اللي احنا بنقوله وقالوا ان بيضربوا السياحه في مصر على حس ان احنا ناس عنصريين وبناكل بنفضل الحيوانات وكذا وكذا. فالعيب عندنا احنا مش عندهم، مش في السوشيال ميديا. احنا محتاجين عقل جمعي يدير محتوى السوشيال ميديا بحيث ان احنا ما يكونش عندنا نبض على الاشاعات يكون عندنا محتوى صناعه بتاعتنا. شكرا يا دكتور. احنا ناخد كذا سؤال وبعدين نرجع ناخد الدكتور. اتفضل. مساء الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين. انا عايز اسال سؤال محدد. حضرتك ممكن تقدم نفسك؟ انا اسمي هشام ابو الوفا، بشتغل مدير تحرير جريده الناس. السؤال الاولاني يتعلق ب ومتى كانت القوانين تحجم الجرائم؟ على مدار الفصول التشريعيه المتكرره منذ قيام ثوره 52 وصدرت الاف القوانين ومع ذلك لم تمنع الجريمه. عشرات بلاش الاف. الاف عشرات صدقني. وسؤالي لصديقي الاستاذ احمد بدوي النائب المحترم، هل لو اصدرت قانون لمكافحه الجريمه الالكترونيه سيعني هذا توقف للجريمه الالكترونيه؟ مع ملاحظه انك اذا فرضت قيود على مواقع التواصل الاجتماعي او على السوشيال ميديا اتهمت من الغرب انك ضد الحريات، وإذا تركت الأمور على عواهنها اتهمت بأنك تترك الأمور للهاكرز ولمرتكب الجرائم الإلكترونية. دي إشكالية، وإشكالية محتاجة إجابة. غالبا الجزء الثاني اللي أنا بكلم فيه الدكتورة وبكلم فيه الباشمهندس مصطفى وبكلم حضرتك يا باشمهندس حسام عشان أنت أحد الخبراء المهمين، إن مع كل ثورة بيصدر أو بنتجاهد نتجادل حول هل تم اعداد المواطن بشكل صحيح حتى تاتي نتائج الثورات بشكل ايجابي. حدث ذا في 52، حدث ذا في يناير، حدث ذا في 30 يونيو، ولم يحدث هذا السؤال عندما قامت الثوره التكنولوجيه. نحن لدينا اشكاليه ان لدينا 40% من المجتمع المصري امي. كيف يتعامل الجاهل مع التكنولوجيا؟ هذا هو السؤال. كيف يتم إعداد المجتمع لتقبل التكنولوجيا التي لا تضر بالمجتمع؟ هذا هو الإشكال الثاني. أشكركم وأعتذر عن الإطالة. شكراً. سؤال آخر. طب أنا تامر إمام، صاحبي متخصص في التكنولوجيا. يمكن بما أن السيشن عنوانها كنترولينج سوشيال ميديا، فخطوه لقدام ولا لورا؟ يمكن دلوقتي اغلب المعلمين والجهات والمؤسسات كان زمان مثلا بيجي يعمل كامبين مثلا دعائيه، كان بيجي يعمل هذا في التي في الراديو، كله بدا يروح للسوشيال ميديا. كان في بعض التصريحات برضه طلعت قبل كده من لجنه الاتصالات بتتكلم ان احنا ممكن الفتره اللي جايه نبدا نحصل ضرائب من الشركات العالميه دي. أنا هستغل طبعا وجود سيادة النائب ووجود طبعا حضراتكم، مش عارف يعني اللي أنا عارفه حسب معلوماتي إن دول كبيرة جدا على مستوى العالم مش عارفة تطول يعني جنيه واحد من فيسبوك وجوجل والشركات دي، هل إحنا هنا في مصر خدنا خطوات في حتة زي دي؟ وهل فعلا ممكن نقدر؟ شكرا. سؤال آخر. هناخد ثلاث أسئلة كمان عشان بس نخلص الوقت بتاع الجلسة. ثلاث أسئلة. مساء الخير، انا احمد رشاد، صحفي متخصص في التكنولوجيا وجريده اليوم الجديد. سؤالي لسياده النائب بخصوص حضرتك اتكلمت عن الجزئيه الخاصه بالوعي، فهل الوعي لوحده كفايه بعيدا عن التشريعات؟ يعني انا المفروض ان الحاجه لما يكون عليها عقوبه، انا عارف ان التدخين هنا مثلا ممنوع، فانا مش هشرب سجاير هنا عشان ما ادفعش غرامه، فهل لو يعني التشريع الاول ولا الوعي؟ ده سؤالي. شكرا. أكرم. أنا اسمي أكرم فرج وبيقولوا إن أنا خبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
انا عندي تعليق واحد احمد بيه. الموضوع متهيألي ان كلمة كنترول وسوشيال ميديا ورا بعض ما ينفعوش. الـ NSA في امريكا اكتشفت ان لو حبوا يقروا الايميلز بتاعة سنة واحدة محتاجين 400 سنة عشان يقروها. فما بالك ان يقروها ويشتغلوا عليها يعني بس يقروها. فالكنترول بتاع السوشيال ميديا ما فيش حل. وفكرة ان الدولة تبارنت الشعب برضو هي دي اساس متهيألي في رأيي الشخصي دي اساس المشاكل بتاعتنا من سنة 52. ان انت قلت ان الشخص اللي قدامي ده is not honest enough او هو مش مظبوط فانا هعمل له تشريعات تكنترول او تعمل بوبي ترابس ان هو يقع لو هو غلطان او لو هو مش honest. فكرة المنع versus الاتاحة. فكرة الضرائب versus ان انا أجل حضرتك قلتي عايزين نمشي مع ان الدولة عايزة ستارت ابس وبعدين يجي مجلس الاعلى للاعلام يقول لك احنا هنتاكس الويب سايت وهنتاكس البلاتفورمز ولازم دي فين ودي فين. يعني انا مش يعني ما هو لازم يبقى في استراتيجي واحده. ما ينفعش انا رجل يمين عايز تروح حته ورجل شمال عايز تروح حته ثانيه. لازم نبقى ماشيين في حته واحده يعني في اتجاه واحد. في سؤال ثاني يا استاذ اكرم؟ هو سؤال واحد بس. هل امتى هيبقى عندنا احنا كمصر اللي هي مفروض بكنترول او عندها القوة الناعمة ان هتكنترول العالم العربي كله بال 420 مليون عربي السايت بتاعتنا والبلاتفورمز بتاعتنا اللي تنور الناس دي يعني تكلم الناس دي وتأثر فيهم مش نسيب الغير يأثر فينا. احنا متلقيين احنا عمرنا ما كنا متلقين. احنا سنين من 50 سنه ما كناش متلقين. النهارده احنا متلقين. امتى هنبقى احنا 10 ثواني؟ تمام شكرا. اخر سؤال هناك. محمود العصر بحث الاكاديميه البحريه. اتفضل. هو سؤالي هل احنا نمتلك الادوات او الاناليتيك تولز اللي تقدر تدينا ترندز للناس للتوكنج بتاع الناس على السوشيال ميديا وبالتالي نبدا نطلع ايفالويشن الناس ديت ايه هي الاجابات والسلبيات ولا لا؟ تمام شكرا. طب انا هبتدي التعليقات من عندي عشان انا هختم الجلسه في الاخر. فهبتدي التعليقات من عندي. هختلف معاك يا استاذ اكرم. الدول بتبقى بتبيرنت مواطنينها في تكنولوجيا في العالم كله اسمها دي بي اي دي باكيت انسبكشن. كل باكيت موجود على الانترنت بتعدي في اي بلد بتعدي من جوه ما يسمى الديب باكيت انسبكشن اللي بينسبكت الباكيت ديت لحد اخرها عشان يقول دي فويس ولا ديتا والاناليسيس بتاعها ايه. ولو عايز اعمل عليها كنترول هعمل كنترول عشان بس ما حدش ايه يقول حاجات كلها براقه. كلمه ان انا اكنترول السوشيال ميديا ولا لا تمر ممكن اكنترول. هل هي خطوه لقدام ولا خطوه لورا؟ الفرق بكنترول ايه؟ بكنترول ايه؟ النهارده لما الطريق بيبقى بيتعمل اي طريق من الطرق الجديده اللي موجوده في الخطه القوميه اللي بتتعمل الجديده دي، كل الطرق الجديده دي تسمح لي ان انا اسوق على الطريق بسرعه 180 و200 وانا بعمل كده مخالف. اوكي؟ بعمل كده مخالف ولو الرادار وقفني هقف وهدفع الغرامه لاني مخالف. الدوله بتحط قوانين والقوانين تقدر توقفني لو انا عايز اطبق القانون. طبعا في دوافع من جوه. يوم ما سمعت عن حادثه لصديق ليا توفاه الله بقيت بمشي على 120 وبقت الفرق التلت ساعة لأن اكتشفت إن الموضوع في الآخر فرق تلت ساعة. التلت ساعة دي مش هتفرق حاجات كتير قوي. فالتكنولوجيا بتتيح لنا حاجات كتير. هل الدول بتقف على البوابة وتطمن مش تراقب تطمن إن المحتوى اللي داخل وخارج ده غير مؤذي عشان مصطفى ما يبقاش قلقان؟ الدول لازم تعمل كده.
وانا ما بقولش لاي جهه رسميه، لا للجهاز القومي لتنظيم الاقتصاد ولا الوزاره يقولوا لنا هم بيعملوا ايه في ده، انما لا تتصور ولا اتصور ان لا يوجد دي بي اي في مصر، دي باكيت انسبكشن بيتشيك كل حاجه، لان ده موجود في الدنيا كلها، واللي اخترعوا التكنولوجيا دي ما اخترعهاش عشان مصر تطبقها عشان تكنترول السوشيال ميديا، لا هو اخترعها عشان خاطر ليها ضروره في العالم. والنهارده دول من اكبر الشركات اللي بتكبر في العالم، لان الضغط عليهم بقى كتير نتيجه التطور اللي مصطفى قال عليه، اللي كل يوم الصبح شركات السوشيال ميديا هي اللي بتطلع باختراعات جديده عشان يهرب من الديب باكت انسبكشن. فهو من الناحيه الثانيه بيدور ازاي يعمل له الجيت اللي توقفه. في حريه، في حمايه للمعلومات الشخصيه، زي ما سياده النائب قال لازم احمي المعلومات، كل ده لازم يبقى موجود. المنظومه معقده جدا وليست سهله في قانون تصيغه ولا جملتين نقولهم في ندوه، عشان بس ابقى امين، الناس بتتكلم في ده بقالها سنين، النهارده بتدور على ازاي اقدر اعمله سيف ويحافظ على الحريات ويدي المعلومه وما يمسكش ايد حد وما يحبسش حد، عشان تعمل كل الحاجات دي وتلمها كلها في حته واحده. عايز اقول لكم انها يعني انا بالنسبه لي شايفها انها صعبه جدا جدا جدا، وعشان كده بقول ربنا يكون في عون الناس اللي بتشتغل على تشريعات لده، والتشريع لن يوقف الجريمه، مش هيوقف الجريمه، هيفضل طول عمرها في جريمه. النهارده في واحنا قاعدين في حرامي اتمسك دلوقتي لاي سبب، ما القانون المدني موجود بقاله، دكتور احمد معانا خبير القانون، القانون موجود بقاله مئات السنين موجود، فمش هيوقفنا. فانا هسيب بقى التعليقات النهائيه من الساده المتحدثين، تعليقات نهائيه وفي نفس الوقت اجابات لبعض الاسئله اللي كانت موجوده. انا حابه ابتدي بسؤال حضرتك، انه سؤال في محله تماما، ان في فكر عالمي بيتحكم في جميع الدول ازاي تصيغ المحتوى بتاعها، هو بيصيغ محتوى بيخلق من اللاشيء واقع، يبتدي يروج لمعلومه معينه ينشرها في جميع البلاتفورمز اللي النهارده بنتكلم على حريه وسائل الاتصالات او حتى الميديا، كلنا عارفين ان هي كارتلز، ناس معينه هي اللي ليها الاسهم الاكبر، ليها التحكم الاكبر. النهارده امريكا لا تستحي ان تقول سي ان ان مش تبع رئيس ترامب، فوكس نيوز تبع مش عارفه مين، كل واحد عارف النهارده اين يقف ولماذا يقف هذا الموقف. احنا طبعا مصر ليها دور قوي جدا طول عمرها كقوة ناعمة بتاعتها، الميديا بتاعتها، التلفزيون، صناعة السينما، البريس، الراديو، حتى كل وسائل الاتصالات الموجودة كانت ليها دور قوي جدا من اول فكرة القومية العربية، مرورا بقصة الانفتاح، مرورا بالاستقرار السياسي اللي كان مسيطر على وقت معين في البلد. فطبعا مصر طول عمرها بتصنع المحتوى للمنطقة العربية ويمكن الشرق الاوسط كله. لازم نحافظ على الموضوع ده، مش هقول هنحافظ على الرياده، هي ليست كلمات جوفاء، لكن نحافظ على ان احنا يبقى لينا هدف موحد، عارفين احنا عايزين نروح فين. انا لما قلت انا عايزه على مستوى التعليم اخلق خريج يتوظف، طيب انا عايزه اوقف، انا مش هقول كنترول بس اوقف تحطيم الذات. يعني مثلا نيويورك جت في السبعينات والثمانينات كانت يعني من افقر واكثر المدن في امريكا انتشارا للجرائم. سبب شهره الرئيس ترامب في بدايته انه اوكل اليه انه يعمل ترانسفورميشن لهوتيل كان خلاص بيتباع، خده وعمل له رينوفيشن او عمل له اعاده تاهيل ان هو الناس ترجع فيه. ابتدى يبقى الهيرو بتاع نيويورك، ابتدى الهيرو بتاع مناطق مجاوره، ابتدت اي لاف نيويورك. النهارده نيويورك خلاص كافحت الجريمه وابتدت تقف على ارض صلبه وبقت ديستنيشن للسياح. ناس جت في وقت معين امريكا كلها، حضرتك كمان كنت بتتكلم، في حد كان بيتكلم ازاي بيتكلم الناس الاميين، كان اصغر موظف في ناسا
للقائد بتاع ناسا كان كلهم عندهم هدف واحد، يلا نحط اول شخص يكون امريكي على سطح القمر. فتوحيد انا الكنترول هنا اخده بالشكل الايجابي بقى، بدل ما احنا نشغل نفسنا كمجتمع ازاي نسيطر، ازاي نمنع، ازاي نقول ازاي نقول لا، نتيجه نشغل نفسنا بان ايه الهدف الموحد اللي احنا عايزين نوصله كوطن، كوطن مصر وكوطن عربي كشرق اوسط. لان احنا عكس ما الناس كلها ممكن تتخيل، احنا اغنياء واغنياء جدا، لان النهارده كان الاقتصاد بيقوم على 3000 لاند وليبر وريسورسز. النهارده انا عندي كمان الشباب والستارت ابس والانوفيشن، ده حاجه خلاص محطوطه في المعادله انها هي اللي بتخلق القوه لاي شعب. احنا النهارده نتفق احنا عايزين نروح فين؟ عايزين ايجيبت ذا لاند اوف بروميسز، ايجيبت ذا لاند اوف اوبورتيونيتيز، مصر ارض الفرص. ابتدي بقى ما اقولش مصر بتحارب الارهاب، يا جماعه مصر ارض الفرص. كفايه بقى مصر بتحارب الارهاب، الحمد لله احنا بنحاربه وعارفين كلنا ان احنا بنحاربه وبلاد الدنيا كلها عارفه ان احنا بنحاربه. يلا نقول مصر ارض الفرص، مصر ارض الشباب، مصر ارض الطموح، مصر ايه بكره؟ يلا نشوف هنقول مصر ايه بكره؟ هنقدر كلنا وسائل تعليميه، وسائل اتصالات. وبعدين مفيش بني ادم، انا لما دخلت في الجامعه الامريكيه اول يوم كلاس اسمه ارب سوسايتي، الدكتور الامريكي كان بيقول لي اول حاجه قالها كلاس there is no such thing as an Arab society، يعني لا يوجد شيء يسمى الوطن العربي، لان مفيش وحده حتى اللغه. ممكن السعودي ما يفهمش مثلا المغربي، قلت له لكن جميعا نفهم اللغه العربيه الفصحى ويجمعنا تاريخ واحد ومستقبل واحد شئنا ام ابينا. فمن هنا الفكر المستنير بيقول في كلمه واحده، تركيز على الايجابيات ووضع هدف هيوصلنا للي احنا عايزينه. شكرا. شكرا يا فندم. عاوز بس اخد من كلام حضرتك رغم ان في بتحارب فيه كمان بتبني يعني. طيب بشكر زملاء الاعلاميين اللي انا بعتز بيهم، لان انا اعلامي في المقام الاول، انا اصلا نائب رئيس تحرير الجمهوريه، وده يعني شيء اتشرف بيه، فانا غيور جدا على مهنتي هشام بيه وكل الزملاء يعني. حضرتك تحدثت في ان القوانين في مصر او التشريع ما بتلاقيش قانون يتم تطبيقه. عاوز اقول لحضرتك ان مجلس النواب 2016 ده جه في اهم مرحله في تاريخ الحياه السياسيه المصريه. والامر مختلف تماما. انا هديك مثال بسيط عن قانون احنا طلعناه في العام الماضي، وهو قانون الاستثمار. وانتهت لائحه التنفيذيه وهذا القانون بيطبق الان. عاوز حضرتك كده تنزل بنفسك عشان بيه وزارة الاستثمار، شوف نظام الشباك الواحد، انزل هيئة التنمية الصناعية، انزل الهيئة العامة للاستثمار وشوف هل القانون اتطبق ولا لا. بالنسبة لقانون الجريمة الإلكترونية، وبأكد لك ان احنا ما كانش عندنا اصلا تشريع قبل كده، ده قانون مستحدث لأول مرة، قانون مكافحة الجريمة. قبل كده طبعا ما كانش فيه، حضرتك عارف وكلنا نعلم جميعا ان القانون 175 لسنة 2018 قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، احنا اي قانون بنناقشه في المجلس حتى زملائنا رؤساء اللجان في المجلس والحكومة لما بتبعت لنا القانون او النائب بيبقى او مجموعة من ربي متقدمين بمشروع قانون، لازم ولا بد ننظر الى آلية التنفيذ بتاع القانون موجودة ولا لا. بالنسبة لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، آلية تنفيذه موجودة على أرض الواقع. بطمن حضرتك ال 45 مادة، وأكيد معظم الزملاء الإعلاميين اطلعوا على هذا القانون، لا يوجد فيه أي قيود خالص على مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما قصدنا أو البعض مننا بيتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، فإحنا بنحن يا فندم الصحف الرسمية والمواقع المحترمة الرسمية التي تدم رغبة من الصحفيين، نحن لا نتحدث عن مواقع، إنما بنتحدث عن للاسف شديد صفحات بتحرض على العنف وبتبث الشائعات. ومن حق اي دوله فندم ان هي تحمي امنها القوم، لا ما ينفعش ان احنا نسيب هذه الصفحات تحرض على الشائعات وتبث حاله من هو هدفهم ايه من الشائعات؟
ان هم يصدروا حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع، وهم بيستغلوا فئه معينه من المجتمع او فئات معينه من المجتمع عشان يصدروا حاله هذه الاحباط. على فكره ما حدش ابدا بيبالغ عندما يقول ان في 3 شهور، ودراسه على فكره ودراسه اتعملت، كان في اكثر من 22,000 شائعه. ده حقيقه والله، واحنا عملنا دراسات في شهور بعد كده على فكره، كان في اللي هي كانت قبل الانتخابات الرئاسيه وصلنا ل 52,000 شائعه في 4 شهور. وحضراتكم على فكره الشائعات دي موجوده. شوفوا مثلا كان يقول لك ايه، ده مجلس النواب خد قرار للموظف او الاداري او العامل في اي قطاع حكومي او في قطاع اخر اللي راتبه بيزيد عن 1000 جنيه بطاقه التموين بتاعته. طب ده كلام منطقي؟ وتشيرت هذه الشائعه، اقول لك هم عاوزين مننا ايه الحكومه والبرلمان وصدروا. وعلى فكره يعني كان الشير عليها بالملايين، لدرجه ان المصدر اللي عملها ممول عشان تجوب كل المحافظات. دي شائعه المجلس نتحدث عنها، مستحاله بالعكس. حاجات ثانيه كتير جدا جدا خلال الفترات اللي فاتت، هو بيصدر شائعات عشان يصدر لك حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع. بالنسبه بقى لقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، هل هيواجه الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها؟ هو هيحد منها يا فندم بشكل كبير جدا. حضرتك لو رحت الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات النهارده، لدرجه ان الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات كانت في التجمع الخامس من زياده عدد المواطنين والمجني عليهم والضحايا اللي بيتقدموا مبالغات، عملوا لهم مقر خاص بيهم ومبنى خاص بيهم في مبنى كل الشرطه القديم في العباسيه. شوف عدد البلاغات، روح دلوقتي كده هتلاقي 300 400 بلاغ، معظمه تركيب صور وسب وقص وهقل وسرقه صفحات وحد يسرق صفحتك ويستخدمها في باشياء مشبوهه. على فكره احنا لدينا من التكنولوجيا الحديثه في الاداره العامه للمعلومات والتوصيف القدره، ويمكن احنا عندنا تشكيل عصابي تم ضبطه مؤخرا بيضم 7 اقتحموا 12 صفحه 1200 صفحه وجابوهم وتم القبض عليهم. فلدينا من التكنولوجيا الحديثه اللي تقدر تقبض ده رغم ان انت داخل باكونت مستعار. فعاوز اطمنك ان اليه تنفيذ القانون موجوده. بالنسبه بقى للسؤال الزميل فاضل عن موكيل وما ذكر عن ضرائب على الفيسبوك، ده قانون المعاملات التجاريه اللي تحدثنا عليه. عاوز اقول لحضرتك نظرا لما شاهدناه من فوضى خلال الفترات السابقه، فتم التعجيل بدخول القانون في نهاية ديسمبر القادم، ومن المقرر مناقشته والانتهاء منه في الربع الأول من عام 2019 ليوافق عليه، ليتم الموافقة عليه في الجلسة العامة إن شاء الله في بداية 2019. هيبقى عندنا قانون المعاملات التجارية، واللي بيضم جزء طبعا مهم فيه وهو التجارة الإلكترونية. وقبل فرض الضرائب احنا بنحمي المواطنين من الإعلانات الوهمية، لأن الأمر يا جماعة وصل إلى حد نشر إعلانات عن أدوية للضغط وأدوية للسكر وأدوية للتخسيس، وهناك بلاغات تم تحريرها بأن بعض هذه الأدوية ضرت العديد من المواطنين. الزميل فاضل سأل بالنسبة للتشريع، التشريع أهم ولا الوعي؟ احنا في حاجة إلى التشريع والوعي الاثنين في نفس الوقت. لما يبقى عندي إن شاء الله قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لما يتم تطبيقه على أرض الواقع بعد شهرين، فأنا محتاج أوعى الناس بمواد القانون، ولا بد من وسائل الإعلام كلها تطلع وتركز، وزملائنا الإعلاميين المحترمين يطلعوا يوضحوا للمشاهدين مادة مادة، لأن العقوبات في المادة دي إيه؟ الهاكرز إيه؟ سرقة الصفحات إيه؟ حاجات كتيرة جدا في القانون، نشر الصفحات اللي بتبث شائعات بما فيها الإضرار بالأمن القومي المصري عقوبتها إيه؟ غرامتها إيه؟ فالوعي فالتشريع اهم بكثير خلال الفتره الجايه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مصطفى اتفضل. انا يعني بضم صوتي لصوت الزملاء، و يعني انت الجرائم الالكترونيه تضم التنمر والتحرش، وانا من الارقام اللي عندي 70% من مستخدمي السوشيال ميديا تعرضوا مره او مرات لتنمر او تحرش على السوشيال ميديا. الجزئيه بتاعت ان هل المشكله في المحتوى ولا المشكله في السوشيال نتوركس؟ لا، المشكله في الاثنين. السوشيال نتوركس كتير قوي انا بلاحظ ان عندهم اغراض غير جيده، عندهم يعني هم بيتعمدوا. لما تيجي تحسب السنتمنت اللي بيتعرض ليه
ان توتال المصريين هتجد ان هو فيري نيجاتيف، يعني هو بيتعمد ان يطلع لك المحتوى السيء وما يطلع لكش المحتوى. التايم لاين ده انت بتحكموش، الالجوريزم بتاعه هو اللي بيحكمه. وبعدين انا كدولة طبعا حد زي امازون، حد زي فيسبوك، زي يوتيوب، هما كائنات عملاقة وممكن يكونوا اقوياء اقوى من دول، لكن هما مش ربنا. تركيا قفلت يوتيوب فترة، الصين خلت جوجل يطلع اللي في مزاجها مش اللي في مزاج جوجل، روسيا عملت بديل للفيسبوك. فانا ضروري اتكلم مع المؤسسات ديت من منطلق قوة، لان دخل كبير قوي بيحصده من عندي، خاصة لو اتكلمنا بقى على المنطقة العربية. نقول حاجة ايجابية بقى، ان والنبي المتوقع اولا بالنسبة للزميل، عندنا تولز بتقدر تقرا تطلع السنتمنت والايموشن اناليسز والباين سايكل والبرودكت اناليسز، وبتقدر تعرف الفيك نيوز بريدكشن من قبل ما تنتشر، تقدر تعرف الكرايسيس قبل ما تنتشر. ففي يعني مصريين نبهاء عاملين الحاجات دي. السوشيال ميديا النهارده احنا طول النهار ماسكين الموبايل، احنا الاول كنا بنمسك الموبايل كده، دلوقتي بقينا ماسكينه كده بنتفرج على محتوى صور وفيديوهات او بنكتب. فتكستنج تنص دوت اصبح جزء كبير جدا من حياتنا، لدرجه ان لقوا ان استخدام واتساب والماسنجر بقى اكتر من استخدام السوشيال نت. اللي حاصل بقى في الفتره اللي جايه ديت هنتحول للاستخدام الصوتي، آليه ان انا اتكلم مع فيسبوك واتكلم مع الاله بقت بتقدر تعرف دلوقتي اللغه العاميه. فانا هاجي اكلم جوجل اقول لها انا عايز اوصل لاقرب بنزينه، هتقوم رد عليا. فتحليل الصوتي بقى هيبقى هو دوت الاكثر انتشارا في الفتره اللي جايه. اللي هيبقى اكثر انتشارا على السوشيال ميديا مش البوستات ولكن الستوريز اللي هي بتطلع فوق دي. فاحنا متوقعين في 2019 دي اللي هتاخد الكاميرا وعين المشاهد. وشكرا جزيلا. شكرا مهندس مصطفى، بشكر الحضور على وجودكم معنا، وبشكر شركة فيكتورز المنظمة لمعرض كايرو اي سي تي، وأحب أشكر متحدثنا الدكتورة سامية العشيري الباحثة في مجال التواصل الاجتماعي، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المهندس مصطفى أبو جمرة رئيس شركة ميجاساي. بشكر حضراتكم، وآخر ساعتين في المعرض فالحقوا بقى تجولوا في المعرض. شكراً.